إلى كيف الجو؟ كل تواضع، مستوى حد يحكي، حدا بقول عن زيتته عكرين. بكيف الجو؟ مثل كل يوم نتعرف على أحوالنا الجوية. مباشرة بينضم لنا رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية محمد كنج. بونجور. جوري هلا، يعطيك العافية. الله يعافيكم. عم بتداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي بما انه مفرد مجوز كمان انه صدر اعلان عن وزاره الداخليه بفتح احواض السباحه 2/4 جمعه مايو اون بيس، 3/5 سبت مايو دو بيس، اما الاحد ولا بيس للعراة فقط. مع كمامة بس انا بقول العجقه بتكون الاحد. ليك بس في كمامة ما تنسيها. ايه بس لازم ضروري يحطوا كمامة ضروري، هيدا للتباعد. استاذ محمد، طقسنا للساعات المقبله؟ طقسنا، بعدنا عم نتعرض لموجه الحر، عم نشوي كتل، صحيح كتل هوائيه حاره وجافه بعدها مصدرها شمال افريقيا عم تسيطر على المنطقه، عم ترفع درجات الحراره، يعني حتى جيراننا باليونان وبتركيا وصلت الحراره ل 42 43 درجه. حلو. بقبرص 40 درجه. هونيك ما بدهم اعلان، بلا بياس على طول. نعم. بلا اجراءات. وحتى بالساحل السوري ولبنان وفلسطين وصلت درجات الحراره كمان بحدود ال 38 وبعض المناطق ال 40 درجه، بيروت وصلت امبارح بحدود ال 37 درجه. كمان عم تضل درجات الحراره على مستوى عالي، يعني هلا حتى ببيروت هلا 27 درجه بعد الصبح. ونحن عم نحكي عن درجات حراره بالفعل. تطور درجات الحراره اذا عم نشوفها بالجراف تقريبا محافظه على ارتفاع، بتبلش تنزل شوي بتكسر شوي نهار الخميس، الجمعه بترجع بتكسر كمان بين الخميس والجمعه بتكسر شوي، واعتبارا من نهار السبت النزله القويه. نعم. وهنيك متوقع يصير في عندنا تغير بالمناخ حننتقل نرجع لفصل الربيع، درجات حراره معتدله، يعني ممكن بين السبت والتنين يكون عندنا امطار، الامطار صراحه مركزين بين الاحد والتنين. نعم. اللي هلا مبينين. بس ما امطار غزيره يعني. لا 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 مش امطار غزيره. بس تغيير تلطيف بالجو. تلطيف بالجو. نعم. وعم نشوف كمان على الجراف الفرق بالالوان، يعني احنا يمكن بالالوان الموف والاحمر الغامق اللي رايح على السواد. نعم. المنطقه الثانيه لا، بالالوان الاورنج والفاتحه اكثر. نعم. يمكن السبت واحد بصيروا يقدروا يحضروا يمكن كمامات مثل الدو بي اس والام بي اس اللي رح يكونوا بجهزوهم، بدهم وقت. ضروري ضروري. من هلا لازم. نعم. وبالنسبه للتحذيرات بعدنا عم نحذر كمان من قصه الحرايق، والناس الاكثار من شرب السوائل طبعا بننصحهم. ودرجات الحراره مثل ما حكينا اعتبارا من نهار الخميس بلش تكسر شوي وتنزل درجات الحراره. الرطوبه بعدها منخفضه بين 25 و55% على الساحل، ببيروت حاليا هي 30%. يعني هلا هون اذا شفنا الزوم بنلاقي اللون منطقتنا باللون الموف اللي هن درجات حراره فوق 36 درجه، الاقرب للاسود اذا فينا الاقرب للاسود. حتى الساحل التركي تقريبا يعني صوب بودروم باللون الاسود بحدود ال 40 درجه كمان. السنه انجا الروم ما فيش بودروم. نعم. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل بين 21 و38 درجة، بيروت بين 27 و38 حتكون. نعم. جبال من 23 ل34، والمناطق الداخلية من 20 ل37 درجة. تقريبا في تقارب بين الجبال والمناطق الساحلية. وحرارة سطح الماء صارت 23 درجة اليوم. ساعة شروق الشمس 5:37 دقيقة، الغروب الساعة 7:34 دقيقة. هيدا بالإجمال كل شيء. يعني شهيتنا ناخد ليموناد اليوم مع تلج وجليب أو جليب عشية مثلا. لا نعم. خلص رح يفلوا من الاستوديو. على كل حال احنا بدنا نشكرك، خليك معنا. هلا استاذ محمد صايم كمان زياده عم بتحملك. استاذ محمد خليك معنا.